سامدوريا قد توصل إلى أرضية اتفاق مع نظيرتها من نادي باري لتحويل الظهير الأيسر الدولي الجزائري جمال مصباح إلى صفوف هذا الأخير في انتظار توقيع اللاعب على عقده مع باري خلال الساعات القليلة المقبلة قبل 5 أيام من انقضاء فترة التحويلات الصيفية. ووفقا لذات التقارير، فإن إدارة سامدوريا كانت قد وضعت الدولي الجزائري ضمن قائمة الأسماء المصرحة منذ مدة.